أشواطنا مستمرة مشاهدينا متابعينا الكرام، تحدياتنا رائعة في هذا الصباح الجميل هكذا، ومنذ لحظات أعلنت انطلاقة الشوط الثامن في تعداد أشواط صباح هذا اليوم، وهو شوط الختام في هذه الانطلاقات مع هذه التحديات الرائعة. الشوط الثامن وهو الشوط الخاص بالثنايا الجادان المهجنات الأصايل المملوكة لأبناء القبائل في أشواط التميز، أشواط النخبة، انطلاقة سليمة ورائعة كما يتمناها الجميع. كما نذكر بانطلاقة الفترة المسائية في مساء هذا اليوم، وهجن أصحاب السمو الشيوخ من أشواط التميز سوف تكون في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر هذا اليوم. نسير مشاهدينا متابعينا الكرام، نتابع الصدارة، نتابع البداية، نتابع المقدمة، وأرى هناك أيضا الاندفاع التلقائي الحاضر دائما مع الكيلومترات الأولى، وخصوصا أيضا في مسافة 8 كيلومترات. نسير بالصدارة، نتابع البداية، نتابع المقدمة، نتابع التحدي المثير، وأرهني الصدارة مشاهدينا متابعينا الكرام من سيد من انطلاق بالصدارة، وصالح بن حنظلة الطالب الفهيدي من قاد المجموعة. المركز الثاني أرى التحديات من مياس محمد بن خميس بن شلبوت الخيلي، ومع المركز الثالث من الجانب الآخر أرى هناك أيضا التحديات من متعب لعلي بن مانع برحمة الشامسي من انطلق مع المركز الثالث. رابع التحديات شاهين لسعيد بن عبيد بن محمد الحميري النقلة التالية مع المركز الخامس، كي أرى هملول من بدأ يتسلل مع المركز الخامس لخلف بالصغير بن خلف القبيسي. سادسا أرى أيضا التحديات من النادي لمحمد بن عبد الله بن معيض النيادي متابعا لانطلاقة النادي مع المركز السادس. وسابعا نتابع تحديات شاهين لسلطان بن عبيد بن سعيد السبوسي الدور دور المركز الثامن، كي أرى نشوان يتسلل في هذه اللحظات لمسلم بن عبيد بالعرطي الحميري. ومع المركز التاسع، المركز التاسع أرى ظبيان لرحمة بالسلطان بن سيف العواني النعيمي، ومن الجانب الآخر مع المركز العاشر، المركز العاشر أرى أيضا القدوم والتحديات الرائعة في هذا الصباح الجميل من مياس لعلي بن سالم بن راشد بن دغيش الكتبي. هذه النتيجة، هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، ونداءنا الأول جولتنا الأولى مع العشر الأسامي المذاعة والمنطلقة والمندفعة بناموس هذا الشوط. نعود بالبداية، نتابع الصدارة، نتابع المقدمة، وأرهني سيد من يتسيد هذه الجموع في هذه اللحظات. ومنذ البداية، منذ البداية، وصالح بن حنظل الطالب الفهيدي من يتابع انطلاقة سيد من قاد المجموعة منذ البداية، يلي مع المركز الثاني، المركز الثاني التحديات لشاهين لانطلاقة أيضا سعيد بن عبيد بن محمد الحميري، ومع المركز الثالث، المركز الثالث النادي لمحمد بن عبد الله بن معيض النيادي متابعا لانطلاقة النادي مع المركز الثالث. رابعا من الجانب الآخر هملول وخرب الصغير بن خلف القبيسي أيضا ينطلق بالتحديات، هملول مع المركز الرابع. ننطلق مشاهدينا متابعينا الكرام مع أيضا التحديات والانطلاق مع المركز الخامس، نتابع شاهين لسلطان بن عبيد بن سعيد بن زعل السبوسي متابعا لانطلاقة شاهين مع المركز الخامس مع الكوكبة الخماسية الماسية اللي منطلقة أيضا بتحديات وإثارة هذا الشوط وختامي هذه الأشواط في هذه الفترة الصباحية، أشواط التميز. ننطلق مع المركز السادس، نتابع نتابع متعب لعلي بن مانع برحمة الشامسي من ينطلق أيضا مع المركز السادس. وسابع التحديات مياس لمحمد بن خميس بن شلبوت الخيلي الدور دور المركز الثامن، أرى التحديات من مياس لعلي بن سالم بن راشد بن دغيش الكتبي. وتاسعا نشوان
سلم بن عبيد بن عرطي الحميري، بينما انطلقنا مع المركز العاشر بأر ظبيان لرحمه بسطى بسيف العواني النعيمي، متابعا لانطلاق الظبيان مع المركز العاشر. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، ندان الثاني وجولتنا الثانية مع العشر الأسامي المذاعة والمنطلقة والمندفعة بناموس هذا الشوط. نعود بالصدارة مشاهدينا متابعينا الكرام، نتابع بداية هذا الشوط، نتابع المقدمة، وأرى هني سيد، أرى السيد من يتحكم بزمام هذا الشوط منذ البداية، ينطلق بالتحدي، ينطلق بالإثارة، وصالح بن حنظل للطالب الفهيدي، من يتابع انطلاقة سيد وهو ينطلق من ناموس هذا الشوط. نتابع المركز الثاني، نتابع التحديات من شاهين لسعيد بن عبيد بن محمد الحميري، من ينطلق مع المركز الثاني والثالث. التحديات هملول لخلف بالصغير بالخلف القبيسي، نقلتنا التالية مع المركز الرابع، أرى أهني شاهين أيضا للسلطان بن عبيد بن سعيد بن زعل السبوسي، متابعا لهذا الانطلاق المثير. نسير مشاهدينا متابعينا الكرام، نتابع المركز الخامس، وأرى شاهين من يأتي خامسا، من انطلق أيضا بالتحديات هذا الشوط، والنادي النادي من يأتي مع المركز الخامس، ومحمد بن عبد الله بن معيض النيادي المركز السادس من الجانب الآخر. أرى هناك متعب لعلي بن وانع برحمه الشامسي ينطلق مع المركز السادس وسابع. التحديات مياس لعلي بن سالم بن راشد بن دغيش الاكتبي، النقلة التالية مع المركز الثامن من الجانب الآخر. مشاهدينا متابعينا الكرام، تحدياتنا المستمرة في هذا الصباح الجميل مع شوط التميز، ومياس من الجانب الآخر لمحمد بن خميس بن شلبوت الخيالي، متابعا لانطلاقة مياس مع المركز الثامن. تاسع التحديات تشوان لمسلم بن عبيد بالعرطي الحميري، ومع المركز العاشر ظبيان ارحمه بالسلطان بسيف العواني النعيمي. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، تحدياتنا مستمرة، انطلاقاتنا رائعة في صباح هذا اليوم مع أشواط التميز، أشواط النخبة، ولكن لنا عودة مع الصدارة. نتابع البداية، نتابع المقدمة، نتابع سيد من ينفرد، من يندفع بناموس هذا الشوط. منذ البداية يقود المجموعة وينفرد انفراد كلي عن بقية المشاركين، يغرد خارج السرب وحيدا، والمغادرة للوحة 2 كيلومترات. يا سلام، بوابة المدرج، بوابة العبور غادرناها، وسيد على رأس الحربة، سيد يقود المجموعة. صالح بن حنظل الطالب الفهيدي، من يتابع انطلاقة سيد قادم من دولة قطر الشقيقة، أيضا بتحديات، أيضا ميدان التحدي، أيضا والإثارة في صباح هذا اليوم. المركز الثاني شاهين لسعيد بن عبيد بن محمد الحميري، ولكن من الجانب الآخر والقدوم من متعب بشعار علي بن مانع برحمه الشامسي، ولكن التسلل من شاهين للسلطان بن عبيد بن زعل السبوسي. من بدأ
بدأ يتسلل، من بدأ ينطلق مع المركز الثالث رابع التحديات. أرى هناك أيضا تابع نتابع ظبيان لرحمة بالسلطان العواني النعيمي من انطلق مع المركز الرابع. خامس التحديات متعب من الجانب الآخر لعلي بن مانع برحمة الشامسي، ومع المركز السادس المركز السادس القدوم مشاهدينا متابعين الكرام من النادي لمحمد بن عبد الله بن معيض النيادي، ومن الجانب الآخر مياس لمحمد والخميس بن شلبود الخيلي. هذه النتيجة مشاهدينا متابعين الكرام للمراكز المتقدمة للمراكز المندفعة بناموس هذا الشوط والكيلو المتر الأخير. غادرنا أيضا غادرنا لوحة الكيلو المتر الأخير، والسيد سيد سيد على رأس الحربة. ولكن خلي بالك الفهيدي، خلي بالك، أرى الجماعة، أرى الجماعة قادمين، أرى الجماعة قادمين. سيد وصالح بن حنظل الطالب الفهيدي من يتابع انطلاقة سيد المركز الثاني. المركز الثاني شاهين لسلطان بن عبيد بن سعيد بن زعل السبوسي بدأ يتسلل، بدأ يعلن الهجوم. والمركز الثالث ظبيان من الجانب الآخر لرحمه بالسلطان بن سيف العواني النعيمي، وصدرة الأوامر، صدرة الأوامر، التسلل التسلل التسلل، نتابع الصدارة. الصدارة مشاهدينا متابعين الكرام، شاهين من انطلق من اندفع بناموس هذا الشوط واللحظات اللحظات الأخيرة. شاهين 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 ينطلق بالصدارة، ينطلق بالمقدمة. ولكن نتابع نتابع ظبيان، نتابع ظبيان من بدأ يتسلل. ظبيان وشاهين، شاهين وظبيان، واللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة. شاهين على الصدارة، شاهين على المقدمة، انطلق اندفع بناموس هذا الشوط. سلطان بن عبيد بن زعل السبوسي، ظبيان قادم، ظبيان قادم، اللحظات الأخيرة. ولكن شاهين من قفل على مجريات هذا الشوط. تهانينا تهانينا لسلطان بن عبيد بن زعل على فوز شاهين بالمركز الأول، لحظات الوصول إلى خط النهاية. المركز الثاني يصل فيه ظبيان رحمه بالسلطان بن سيف العواني. المركز الثالث سيد لصالح بن حنظل الطالب الفهيدي. المركز الرابع نشوان لمسلم بن عبيد بالعرض الحميري. والمركز الخامس التحديات من شاهين لسعيد بن عبيد بن محمد الحميري. هذه النتيجة مشاهدينا متابعين الكرام للمراكز المتقدمة في هذا الشوط. نعود مع التوقيت الزمني ولحظات وصول شاهين إلى خط النهاية. يقطع مسافة 8 كيلومترات في فترة زمنية مقدارها 13 دقيقة. بالتأكيد هذه لحظات الوصول إلى خط النهاية. 15 ثانية وست أجزاء من الثانية. تهانينا للسلطان بن عبيد بن زعل السبوسي على فوز شاهين بالمركز الأول. قدم عرض يشكر عليه بينما اللي وصل مع المركز الثاني. المركز الثاني يصل مشاهدينا متابعينا الكرام ظبيان 13 دقيقة 16 ثانية وست أجزاء من الثانية. تهانينا لمالك ظبيان رحمه بالسلطان بن سيف العواني النعيمي، واللي وصل مع المركز الثالث سيد لصالح بن حنظل الطالب ألف هيدي. يقطع المسافة في 13 دقيقة 18 ثانية وخمس أجزاء من الثانية. تهانينا لجميع الفائزين مشاهدينا متابعينا الكرام بتحديات وإثارة أشواط التميز، أشواط النخبة في صباح